عملته ليه؟ بس مكانه فين؟ انت ها مش هلعب. طب انت شلتني. طيب نبعدها شويه كده. تعالى خد يا ابويا الشاي. خد يا ابويا الشاي. خد يا امي الشاي. لا انا مش ده. طب انا اعمله لك. اهلا وسهلا وشلعكم. ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكون صحتكم واحوالكم بالف خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد في نهار جديد. اليوم جينا للحديقه باش نغيروا شويه جو، وجبنا معنا العائله ابويا وامي. السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا ابويا. طب لما انت قلت كل سنة وانتم طيبين هتديني العيدية؟ عشان شهر رجب يعني. فيش عيدية طيب؟ هي بعد شهرين ثلاثة. نيجي عمك رمضان. تديني أكبر عيدية. نيجي رمضان. زي كل مرة أكبر عيدية طيب. أيوه أيوه. أنا اللي باخد أكبر عيدية. ديك عيدية موت. اليوم إن شاء الله بطلب منكم كانوا بزاف بنات خلاو لنا أسئلة يا بويا، في أسئلة عايزينك تجاوب عليها، وفي ناس عايزة توصل لك كلام يعني. فأنا هقرأ لك التعليقات وأقرأ لك الأسئلة وأنت تجاوب عليها. ماشي ماشي. يلا نبدأ بأول حاجة. بسم الله. كل يوصلوا له الكلمات دي تقول لك أنت إنسان بسيط وكلنا حبينك في الفيديوهات على بساطتك. قبول اللي عندك هذا دليل على انه قلبك طيب. الحمد لله. وان شاء الله تزورنا في الجزائر ومرحبا بك تنورنا. ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بالجزائر، منوره باهلها الجزائر. شكرا. هي بتقول لك انت انسان بسيط وحبينا كلنا. الجزائر منوره باهلها. ثاني سؤال بتقول لك هل انت راضي على كنتك الجزائريه، وما رايك في تربيتها؟ كنتي يعني وكنتي يعني ما يعني انا يعني كنا يعني هي مرت ولدك. طيب ايوه ايوه راضى عنا. راضى عنا دي ست محترمه زينب. انت بنت ناس محترمين الحمد لله. اهم حاجه ان اهلك ناس محترمه كويسه. بس وانت محترمه الحمد لله. يعني انت بتحبني يا ابوي صح؟ انت زي بنتي. انت زي بنتي والله. انا عارفه انت زي بنات. انا معايا اثنين وانت الثالثه. وانا الثالثه واحده. شفت؟ ايوه 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 والله. وانا اساسا ما بحبش لما تقولوا انت مثلا مرات محمود لبك، لما بتسميني بنتي احسن. ايوه انت بنتي طبعا. طيب يلا نروح لثالث سؤال. دي بتقول لك الله يخليكم لبعض يا رب. يا رب. يكرمنا ربنا ان شاء الله. هي اكثر حاجه عجبتكم فيا؟ طيبه. طيبة زينب. طيبة زينب. طيبة يعني. وأهلها ناس طيبين كويسين، وهي طيبة في نفسها كده يعني، ما عندهاش حاجة في صدرها تشيلها لبكرة. اللي على لسانها تقوله على طول، واللي في قلبها تقوله على طول. ما عندهاش المكر ولا الخداع، وكويسة جدا. شكرا يا ابويا. الله. دي بتقول لنا ما شاء الله عليك، الله يحفظك ويطول في عمرك، انت انسان طيب، وبتبلغ لك سلامها. الله يسلمها ويسلم الجزائر كلها فردا فردا. شكرا. كيف كان انطباعك لما اول مره محمود قال لك انا عايزه اتجوز جزائريه؟ يعني مش من هنا، يعني واحده من برا، يعني كيف كانت رده فعلك وكده؟ والله قلت له يا ابني دي كل حاجه باراده ربنا، وإن كان ليك نصيب هتتجوز من الجزائر هتتجوز من الجزائر، هتتجوز من أمريكا هتتجوز من أمريكا، ده نصيب يعني، كل حاجة نصيب. محدش يقدر ياخد مرض حد، كل واحدة مكتوبة الواحد من الأزل. كل حاجة مكتوبة من الأزل في اللوح المحفوظ عند رب العالمين. يعني مش حاجه بمزاجنا ان نتجوز جزائريه ولا امريكانيه، لا ده مكتوب، مكتوب الامام المبين عند رب العالمين قبل ما يخلق السماوات والارض بخمسين الف عام، كله مكتوب صغير وكبير مكتوب لحد ما تقوم القيامه. بس يا ابويا لو جوز امريكيه مش هتبقى زيي. لا لا انا بقوم يا الامريكان. ولاد اسحاق، واحنا ولاد اسماعيل. اسماعيل عربي، نبي عربي. واسحاق نبي
نزل بلغتهم هم. ماشي. هي الأكلة اللي بتعرف تطبخها بجدارة، يعني بتطلع معك أطيب أكلة من الأكلات المصرية. إيه هي أكلة اللي بتعرف تطبخها؟ تطبخها يعني بتعرف تعملها حلوة، يعني من بين كل الأكلة بتعرف تعملها كده تطلع معك حلوة خالص. اللحمة الضاني. لحمة الضاني بتعمل كباب صح؟ اللي هي الكباب؟ كباب ونشوي اللحمة. يعني في رمضان في الطحية بتتسلق اللحمة وبتبقى زي الفتة. يعني هي دي اللي بتعرف تعملها؟ لا 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 مش قصدي، ان انا كنت طباخ في القوات المسلحة. مش قصدي كده، يعني في أكلة معينة بتطبخها يعني بتبقى أسهل من إيدك. بصي أنا كنت طباخ في القوات المسلحة المصرية، يعني أعرف أعمل أي أكل حلو يخطر لك على الباب. أيوه يعني ما فيش مش هي أكلة واحدة بس. لا مش أكلة واحدة، أي حلو أعمل أي أكل كويس أعملها. نحبك والله يحفظك ويخليك. وإحنا بنحب الجزائر كلها وأهلها وناسها، وناسها محترمة. الله يحفظ الجزائر وأهلها إن شاء الله. هي أكثر أكلة جزائرية عجبتك؟ برموشة. طعام. طعام. برموشة. أيوة في محافظات بيقولوا عليه برموشة، في محافظات بيقولوا عليه طعام، يعني كل واحد. طعام طعام بس أنت قلتي لي برموشة. يعني دي على محافظتنا إحنا، إحنا نقول عليه برموشة. طيب. وإذا كان طعام في الجزائر كلها؟ طعام. لا في العاصمة مثلاً زي القاهرة كده العاصمة بيقولوا عليه طعام. طعام. بس هي بربوشة. بربوشة. إحنا في عندنا نقول عليه بربوشة. بربوشة. قالكم بيحب البربوشة. أنت مشتاق لزيارة الجزائر؟ إن شاء الله. مشتاق يعني؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. مشيئة الله تعالى. مشيئة الله. عايزك تدعي لها إنها تجيب الذرية الصالحة. يخلي لها زوجها يرضى عنها ويرزقهم بالذرية الصالحة. إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. تحب تزور الجزائر وتيجي تزور عندنا المناطق الخلابة، يعني اللي هو زي ما هنا بنروح الغيط زي ما هنا بنروح يعني الأهرامات والبتاع ومش عارفين. أيوه. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أنت بتفهم كلام الجزائري ولا شوية؟ يعني أفهم الناس حتى اللي بتطلع في التلفزيون القنوات فضائية وتتكلم عربي الواحد بيفهمه برضه. وفي ناس الكلام الواحد كل 100 كلمة يفهم كلمة. ايوه. اما المذيعين في الإذاعة بتفهمهم. الواحد بيفهمهم. عشان بيتكلموا عربي. بس أنا وحتى شوية. ممكن برضه السيدات اللي بتقدم الطبخ دي برضه بنفهم منها. بنفهم. اللغات في كل بلد مختلفة عن الثانية. يعني في مصر في بلد واحدة بس فيها بلاد مختلفة، زي فيها ناس بتنطق العربية فصحى حلوة تتفهم، وفيها ناس بتنطقها مكسرة كده الواحد ما يفهمش منها حاجة. ايه الحاجة اللي اضافتها زينب في العائلة بتاعتكم؟ يعني مثلا حياتكم كانت ازاي؟ زينب. زينب اول ما جت لنا شرفتنا في مصر هل علينا البركة والخير كله، الخير كله والبركات، هادية ولطيفة وبتحب الناس وبتختلط بالناس يعني وتحب اللي حواليها بس. يعني ست محترمة. شوفوا كيف أيوة نخرج برا، أول ما أدخل على الباب أعمل إزاي يا أبويا؟ يا أبويا أول ما أكون جاي من برا وتقول يا أبويا أول حاجة لما أفتح الباب أقول أبويا كده. أيوه. وخدمت حرب أكتوبر. وخدمنا في أكتوبر والحمد لله وانتصرنا. انتصرنا تخطيط القادة المحترمين المخلصين لبلدهم والحمد لله رب العالمين. ما جي أنا كجزائرية، إذا أنت كنت بتعرف جزائريين والموقف اللي هو حصل في الكرة، هو ملوش في الكرة اللي هو في 2009 اللي عمل كده
تاتش بين مصر والجزائر وحصلت. ايوه نعرف الجزائريين من زمان من ايام الحرب، كانوا معنا في 1973 الجزائريين، كانوا معانا الجنود الجزائريين كانوا معانا في حرب اكتوبر. سيد هوارب ومدين الله ساعدنا كثير، حتى بعتنا طيران وبعتنا جنود. لك ايه اسمك الحقيقي؟ هم بيعرفوكش غير باسم ابويا بس. زكريا. ابويا اسمه زكريا، بس احنا بنقول عليه ابويا، معروف باسم ابويا. هكذا البنات نكونوا كملنا الاسئله اللي كانوا موجودين. بكا كامل يا ابويا دولة بيشكروا فيك، هكرا لك يعني الغيل وسلام الحار من الجزائر، وانك انسان رائع وطيب، والله يحفظك ويرزقك زياره لمكه يا رب. الله يكرمنا ويكرمك ويرزقنا ويرزق الناس اجمعين كلها زياره لمكه. دي بتقول لك الله يحفظك ويطول بعمرك والله يرزقك عمره وحجه قريبه. الله يكرمك الله يخليك، ونحج مع بعض ونركب الطياره مع بعض ان شاء الله يا رب. بنحبك كثير وبنحب برضه امي، وسلمي لي عليهم. واحنا بنحبكم يا اهل الجزائر، ونحبكم كثير، المصريين ناس كويسه وعشريه زي الجزائر بالضبط، واحنا بنحب الجزائر واهل الجزائر. شكرا يا ابوي. انت بتقولي تكلم لنا قال صعيدي، اتكلم لها كلمتين ثلاثة كده بالصعيدي اللي هو الصعيدي الصعيدي. شوفوا أنا أول مرة لما جيت ما كنتش بفهم أبويا. عايزة أتكلم لكم صعيدي يعني؟ يا دهي أنت يا ود، يعني يا لما نادم على عمر مثلا أقول له أنت يا دهي تعال يا ود يا دهي. يا دهي أول مرة أسمعها. وبعدين لما أجي أشيل حيلك قال لي قل علي قل يعني شيلها علي؟ قل علي يعني جيم علي اللي يقول لي قل قل. وما اكون اقعد مثلا يقول لي قعمز قعمز زينا احنا بنقولها. قعمز. احنا بنقول يعني انتوا بتقولوا قعمز. بنقول قعمز اي. والسلام عليكم ورحمه الله يا اهل الجزائر. وشكرا لكم تعليقاتكم، وشكرا لكم لكلامكم الطيب، ولاي اسئله واحده اخرى خليونا في التعليقات ان شاء الله ندير لكم جزء واحد اخر واسالوا فيه وراح يجاوبكم ان شاء الله. دوكا نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلامة. يلا شو يا ابويا شو؟ اوعى